أيها المؤمنون، وإن من الاعتصام بحبل الله تعالى ولزوم الجماعة الاجتماع على إمام المسلمين وأهل العلم الراسخين ونواب الإمام كل في اختصاصه فيما وليه من أمر عامة المسلمين، والسمع والطاعة والنصيحة لهم بالمعروف في كل شأن، وخصوصا ما يتعلق بسياسة الناس داخل البلاد وخارجها وما يجد من أمر الأمن أو الخوف، فتجب نصيحتهم والرد إليهم وإعانتهم وطاعتهم وعدم الخروج عن رأيهم أو إظهار مخالفتهم أو نشر الإشاعات التي تتردد في وسائل الإعلام وغيرها من التحليلات وغيرها بأسماء مزورة ولأهداف خبيثة فيما يتعلق باختصاص الأمن أو الخوف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فاحذروا حديث المجالس، لأن كل يتكلم على حسب عقله وفهمه وما في صدره، فلا تغتروا بهذه الأمور، فإن هذه من أسباب الفتن ومن مداخل الشيطان على الناس ليفسد عليهم إيمانهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم. فإن الإذاعة في هذه الأمور من غير أهل الاختصاص إنها مسألة خطيرة وكبيرة، وعواقبها وخيمة ومتلاحقة، وهي من منافذ الأعداء لإفساد المجتمعات وتهييج الفتن في سائر الأوقات. قال تعالى: ولو ردوه، يعني أمر الأمن أو الخوف، إلى الرسول، أي في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم من أهل الحكم والعلم القريبين من أهل القرار والمطلعين على أحوال ما يدور في العالم حول الأمة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن أرشدكم سبحانه وتعالى إلى ما يحقق مصالحكم ويدرأ المفاسد عنكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا تركت نصيحة ولاة الأمور وتركت طاعتهم وعطل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأظهرت المخالفة لأولي الأمر وأشيع ما يضعف التعاون بين الناس والثقة بينهم وبين ولاة أمورهم، كل ذلك عباد الله من مظاهر اتباع الشيطان، وشؤم ذلك خطير وغرمه شهير، وعقوبته بحسب اتباع الشيطان ومفارقة الجماعة وترك التوبة. معاشر المسلمين، إن لزوم الإمامة وجماعة المسلمين له بركات كثيرة وخيرات وفيرة وأجور كبيرة، فبه تنال الرحمة، وبه تستنزل البركة، وبه تتحقق مصالح كبيرة للأمة، وبه تندفع الفتن وأسباب النقمة، وتزول الشرور والمصائب الكثيرة، ويتحقق بين أهل المجتمع التناصح والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الفحشاء والمنكر، وبه تأمن السبل، وبه يكبت أهل النفاق والإفساد، وبه تتقطع السبل دون أهل الإرهاب، فلتظهر السنن حتى يشيع الأمن في الوطن، وليسعى الناس في المصالح، وليتنافسوا ويتعاونوا على تحقيق التقوى وموجبات المسجد الرابح. عباد الله، ألا وإن العافية في الأبدان، والأمن في الأوطان، وتوفر الأرزاق والأقوات
للسكان من كريم العطايا وجليل المنن من الرحمن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ذلكم عباد الله، لأن هذا القدر يستوي فيه الملك والمملوك ومختلف أصناف الناس. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الإلحاح على الله تعالى بسؤال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والنفس والأهل والمال والدنيا والآخرة، وكثير الوصاة للأمة بطلب ذلك من الله تعالى مع تحري أوقات وأسباب الإجابة. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. ويحض على سؤال الله تعالى حسنتي الدنيا والآخرة والاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.